بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم بإذن الله نأخذ نشاطات التهيئة من الوحدة الرابعة. رقم واحد، ألاحظ وألون. لدي هنا صورة، ماذا نرى في هذه الصورة يا صغيراتي؟ ماذا نرى؟ صورة ماذا؟ أحسنتم، صورة ضفدع. ضفدع تبدأ بأي حرف؟ كلمة ضفدع، ض ض ضفدع، إذا بدأت بالحرف ض ض ضفدع، هذا هو شكل حرف الضاء، يشبه حرف درسناه في الترم الأول. ما هو حرف؟ أحسنتم، حرف الصاد، لكن حرف الضاد يتميز بوجود نقطة في الأعلى، أما حرف الصاد لا يوجد لديه أي نقطة. هذا هو حرف ض. ما لونه؟ لون الحرف هنا لون بنفسجي. نلون هنا يا أولى الحرف المفرغ باللون البنفسجي، ونحرص على التلوين بأن يكون في داخل الإطار ولا نخرج عنه. ض ضفدع، ولا ننسى تلوين النقطة. ننتقل للصورة الثانية، صورة، أحسنتم، صورة عين. لدينا هنا صورة عين، أحسنتم، درسنا في مادة التوحيد بأن الله أنعم علينا بنعم كثيرة. من نعم الله نعمة البصر، نعمة البصر، نعمة النظر، وأيضا نعمة السمع، وأيضا العديد من النعم يجب علينا يا أولى دائما الحمد لله والشكر على هذه النعم. لدينا هنا الصورة، صورة عين، تبدأ بأي حرف؟ تبدأ بحرف العين، بارك الله فيكم. عين، عين، هنا بماذا لون حرف العين؟ أحسنتم، لون باللون الأحمر. لاحظي هنا حرف العين كيف؟ نصف دائرة صغيرة ثم نصف دائرة كبيرة، يكتب بهذا الشكل. نلون الحرف يا أولى باللون الأحمر بهذه الطريقة من اليمين إلى اليسار ومن الأعلى إلى الأسفل. لو لون الحرف تلوين مرتب، بارك الله فيكم. أيضا نحرص على التلوين داخل الإطار. الآن ننتقل للصورة الثانية، ماذا نرى في هذه الصورة الثالثة، صورة ماذا؟ صورة، أحسنتم، صورة، هنا نجد صورة كتاب، صورة كتاب. كم كتاب موجود في هذه الصورة يا أولى؟ أحسنتم، هنا نرى كتابين. تبدأ بأي حرف كلمة كتاب؟ تبدأ بحرف ماذا؟ ممتاز، تبدأ بحرف الكاء. ك كتاب، ك كتاب. بماذا لون حرف الكاف؟ باللون البرتقالي، نحرص على تلوين حرف الكاف. لدي هنا في اليمين عصا طويلة ثم ينتهي ب هنا بعصا صغيرة، ثم نكتب همزة في داخل الحرف. إذا أخذنا هنا حرف ض وحرف العاء وحرف الكاء. ننتقل للصفحة الثانية، هذه هي حروف الوحدة، حروف الوحدة الرابعة. هنا انظري للصورة الأولى، هنا صورة، أحسنتم، صورة خروف، صورة خروف. بماذا يبدأ؟
لماذا تبدأ كلمة خروف بأي حرف يا أولى؟ بحرف الخاء، أحسنتم، خاء خروف، خاء خروف. ما لون الحرف؟ لون الحرف باللون الأخضر، يشبه حرف درسناه في الترم الأول، أحسنتم، يشبه حرف الحاء، لكن حرف الحاء لا يوجد لديه أي نقطة. وكذلك درسنا حرف الجيم، وجدنا حرف الجيم يوجد لديه نقطة في بطنه، أما حرف الخاء خروف نجد لديه نقطة في الأعلى على رأسه، هنا نقطة، حرف الخاء يتميز بوجود النقطة في الأعلى، خاء خروف، خاء خروف. ننتقل للصورة الثانية وهي صورة يد، صورة يد، أحسنتم، صورة يد تبدأ بأي حرف؟ كلمة يد ياء، أحسنتم، تبدأ بحرف الياء، وحرف الياء من حروف المد، أحسنتم، درسنا حروف المد الثلاثة، حرف الياء من حروف المد، يوجد لديه نقطتين أسفل الحرف. ننتقل الآن للصورة الأخيرة وهي صورة ذرة، صورة ذرة، كلمة ذرة تبدأ بأي حرف يا أولى؟ رائع، تبدأ بحرف الذاء، ذا ذرة، يشبه حرف درسناه وذكرنا أنه من حروف الرفس، ممتاز، وهو حرف الدال، حرف الدال هو أخو حرف الذال، لكن حرف الذال يوجد عليه نقطة. إذن يا أولى تعرفنا اليوم على حروف الوحدة الرابعة، وحدة صحتي وسلامتي، سوف نأخذ بإذن الله 6 حروف. ما هي هذه الحروف التي سوف ندرسها في الوحدة السادسة؟ سوف ندرس حرف الضاء، ثم حرف العين، ثم حرف الكاف، ثم حرف الخاء، ثم حرف الياء، ثم حرف الذال، وسوف نتعرف على هذه الحروف بالتفصيل. الآن ننتقل لرقم 3، ألاحظ الصور وأعبر عنها. انظري يا صغيرتي إلى هذه الصور الآن بعينك الفصيحة، ماذا تلاحظين في الصورة الأولى؟ ماذا ترين؟ أحسنتم، نرى هنا أطفال يلعبون بالكرة في الشارع، هل هذا تصرف صحيح أم خاطئ؟ ممتاز، هذا تصرف خاطئ، لأنهم يلعبون في الشارع ينبغي عليهم اللعب في الأماكن المخصصة للعب. أين يلعبون؟ يلعبون في الحديقة أو في ملعب الكرة أو في فناء المنزل، لماذا؟ وذلك حرصا على سلامتهم، لأن اللعب في الشارع خطر، ممكن أن هنا لاحظ الشارع موجود فيه السيارات، الشارع مخصص للسيارات وليس مخصص للعب، ممكن أن يصطدموا بإحدى هذه السيارات لا قدر الله، لذلك يجب علينا أن نلعب في المكان المخصص للعب. الآن ننتقل للصورة الثانية، ماذا نلاحظ في هذه الصورة؟ نرى طفلاً يلعب بأعواد الكبريت أو أعواد الثقاب، هل هذا صحيح أم خاطئ يا أولى؟ تصرف خاطئ، يجب علينا أن لا نلعب بأعواد الكبريت في المنزل أو في أي مكان، لأنه يعرضنا للخطر، هنا الطفل أشعل النار، هنا الطفل يؤذي نفسه ويؤذي الآخرين، يجب علينا الحرص وإبعاد أعواد الثقاب عن الأطفال، وذلك حرصا على سلامتهم. أيضا إذا رأيت أخيك، رأيت أختك، يجب عليك أن تأخذي منهم الأشياء الخطرة وتبعديهم عنها، وأيضا أن أخبر والدتي أو من هو أكبر مني سنا بما فعله أخي، وذلك حرصا على سلامتنا. الآن ننتقل للصورة رقم 3،
ماذا نلاحظ في هذه الصورة؟ ممتاز، نرى في هذه الصورة فواز وأسرته يعبرون الطريق مع خط المشاة عندما أضاءت الإشارة باللون الأخضر. انظري، هذه إشارة المشاة، عندما تضيء باللون الأخضر فأنا أعبر الطريق. وأيضا التفت يمينا ويسارا وأتأكد بعدم وجود السيارات. هنا لاحظي، هذه الإشارة تسمى إشارة السيارات. كم لون لإشارة السيارات؟ ممتاز، لها ثلاثة ألوان، أحمر، قف، أصفر، استعد، أخضر، سر. وهذه الإشارة الصغيرة هي إشارة المشاة، يوجد لديها لونين فقط، الأخضر نعبر الطريق، والأحمر يعني توقف، وقد تعلمناها في الإنشودة. انظري، نعبر خط المشاة، هذا الخط مخصص للمشاة وذلك حرصا على سلامتهم. الآن ننتقل للصورة التي تليها. من هذا؟ أحسنتم، إنه فواز. ماذا يفعل فواز؟ ممتاز، هنا فواز يربط حزام الأمان وذلك للمحافظة على سلامته. يجب علينا يا أولى عند ركوب السيارة الالتزام بربط حزام الأمان. الآن ننتقل للصورة التي تليها. ماذا نرى في هذه الصورة؟ أحسنتم، نرى طفلا يصعد السلم ويريد أن يمسك العصفور. هل هذا تصرف صحيح أم خاطئ؟ هذا تصرف خاطئ، يجب علينا عند صعود السلم أن يكون هناك من يساعدني، من هو أكبر مني سنا. وأيضا يجب علينا يا أولى أن لا نؤذي الحيوانات وذلك للمحافظة على صحتنا وسلامتنا. يجب علينا التصرف تصرف صحيح، وأن لا نصعد السلم إلا بمساعدة من هو أكبر مني. الآن ننتقل للصورة التي تليها. ماذا نرى في هذه الصورة؟ أحسنتم، نرى فتاة. أين توجد أين نجد الفتاة؟ في المطبخ، ممتاز. ماذا تفعل الفتاة أو ماذا حصل؟ هنا الفتاة تحمل العديد من الأطباق فسقط منها طبق وانكسر. هنا هذا تصرف خاطئ، لماذا يا أولى؟ لماذا يا بنياتي؟ يجب علينا أن لا نحمل الأشياء الثقيلة حتى لا تسقط مني. وأيضا إذا سقط يجب علينا أن لا أمسك الزجاج حتى لا يؤذي يدي. ننتقل للصورة التي تليها. هنا ماذا نرى؟ هنا نرى الطفل. ماذا يفعل هذا الطفل؟ الطفل هنا يلعب بأسلاك الكهرباء. هل هذا تصرف صحيح أم خاطئ؟ تصرف خاطئ، لأن الكهرباء من الأشياء الخطرة التي يجب علينا الانتباه منها. أيضا يجب علينا إبعاد أسلاك الكهرباء عن الأطفال، لأنها خطرة جدا، الكهرباء خطرة جدا. الآن ننتقل للصورة التي تليها، وهي صورة لإشارة المرور. هذه الإشارة الخاصة بالمشاة أم بالسيارات؟ إشارة خاصة بالسيارات، أحسنتم. نجد لها ثلاثة ألوان، اللون الأحمر يعني قف، اللون الأخضر الأصفر يعني استعد، اللون الأخضر يعني سر. عند إضاءة اللون الأخضر فإن السيارات تسير
أما إذا وجدنا اللون الأحمر فإننا نتوقف عن السير. بارك الله فيكم، يجب علينا الاهتمام بأنظمة الأمور والانتباه إلى الإشارة. وذلك ما فائدة الإشارة؟ إشارة المرور، إشارة المرور تنظم حركة السير. الآن ننتقل للصورة الأخيرة. صورة ماذا؟ صورة فرشاة ومعجون أسنان. ما الفائدة من الفرشاة والمعجون؟ في ماذا تستخدم؟ في ماذا نستخدمها؟ أحسنتم، الفرشاة والمعجون نستخدمها لنظافة الأسنان. يجب علينا يا أولى الحرص على نظافة أسناننا، وذلك حرصا عليها من التسوس. بارك الله فيكم، ما هي المأكولات التي تسبب تسوس للأسنان؟ ممتاز، مثل الحلويات يجب علينا التقليل منها حتى لا تتسوس أسناننا. أيضا يجب علينا الحرص على الأكل الصحي حتى نستفيد منه في تقوية الأسنان، والحرص على تفريش الأسنان بعد تناول الطعام، وكذلك عند النوم والاستيقاظ. إذن يا أولى اليوم تعلمنا من خلال هذه الصور على كيف نحرص على أنفسنا ونبتعد عن الأشياء التي لا تفيدنا ونبتعد عن الأشياء الخطرة. تعلمنا قيمة وهي حفظ النفس. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن يا أولى ينبغي علينا حفظ أنفسنا من الأشياء الخطرة. أشكركم على حسن الإنصات. يجب علينا أيضا الحرص على السلامة. نلقاكم بإذن الله في الدرس القادم. إلى اللقاء.